بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد علي الشمري، أحد منتسبي مركز الزهير للطب البديل في منطقة السالمية. ومن ملاحظاتنا أن هناك مشكلة يعاني منها بعض الأشخاص، ألا وهي ارتفاع نسبة لزوجة الدم التي تسبب قلق وتوتر وعدم راحة وكثرة النوم وعدم الارتياح في المعيشة. ومن خلال مركزنا ومن خلال تقنية الحجامة نستطيع حل هذه المشكلة بكل يسر وسهولة، وننهي هذه المشكلة بفضل الله تعالى، ويصبح الشخص متزن في معيشته اليومية وجسمه، يشعر براحة تامة. وعليه فمركزنا متخصص في هذا المجال، الحجامة لسحب لزوجة الدم.